أيوة. خلينا نروح بقى للحالات واقول لك يلا هو روح. التريك هتتعمل ليه، مش هتتعمل اعتباطا ولا انا بفاجئ الخصم ولا بعمل تدوير. اوكي، اول حاله معانا دي كانت مباراه اتلتيكو مدريد. اكبر عيب عند فرقه ريال مدريد، دايما بتتكلم على ريال مدريد تقول احنا هنشرح عيوب فرقه ريال مدريد، الناس تقول لك عيوب ريال مدريد. في اي فريق في الدنيا عنده عيوب. أيوة. اي فريق في الدنيا عنده نقاط ضعف، عنده نقاط ضعف. أيوة. زي ما عنده نقاط قوه هنتكلم عليها برضه. فهنا دي مباراه ريال مدريد، اول حاجه لما الناس تبص للصوره كده هتستغرب جدا، هو ازاي اللعيب بيستلم في المنطقه دي بالشكل ده لوحده؟ يعني ازاي اللعيب مفيش اي حاجه رغم انه متحصر بخمس لعيبه من الريال. ما هو التو لاينز في خمسه في الخط الخلفي وقدامه ثلاثه. هو دايما المسافه اللي موجوده ما بين الخمسه والثلاثه دي مشكله في اي منطقه من مناطق اللعب وفي اي مرحله من مراحل اللعب. الخمسه بتوع الخط الخلفي والثلاثه بتوع خط النص. طيب بص بقى كمان ايه اللي حصل. الراجل اللي على الناحيه الشمال ده مين؟ كامافينجا. بص كامافينجا اللي هو طالع في وسط الملعب ومفروض ان هو يرجع يقفل ورا في الباك ليفت لانه مش مكانه فبيندفع. ايوه طلع ما عندوش احساس المكان، ما عندوش احساس المكان. رغم ان هو لعيب كبير جدا لكن طبعًا في مكانه في وسط شك. الملعب. هات لي بقى الفريم اللي بعده. بص الراجل طلع ولا رجع، لا الراجل اللي كان معاه الكره استلم جريزمان ولا اتحطت على الرايت الراجل معاه رقابه. روح كمل لعيب في وسط اربعه، لعيب المهاجم مرتا في وسط ثلاثه. روح بقى كمل الفريم اللي بعده، الراجل هيروح وهيخش ويحط الكره بمنتهى البساطه. طيب ايه ربط ده؟ نروح بقى للحاله اللي بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي اللي بعديه عشان اقول لك المفاجاه هتتعمل فين وهتتعمل ليه. اوكي نروح السلايد اللي بعده. السلايد اللي بعده على طول بتاعت النادي الاهلي. بص هنا ايه المشترك ما بين ماتش اوكلاند، هدف ماتش اوكلاند، هدف بيرسي تاو. اللعيب اللي بيستلم الكره ده هو محمد مجدي قفشه، وهقول لك ليه الحاله دي بتكلم عليها. انا قلت لك الحاله اللي فاتت في مشكله في الاستلام ما بين الخطوط في دفاعات ريال مدريد. ادي اربعه بتوع اوكلاند، الثلاثه بتوع وسط الملعب، سبيس كبيره ما بين الخطين الراجل بيستلم فيها. الاهلي عملها كم مره بقى في العشر مباريات الاخيره؟ سبع مرات. مرتين في مباراه انبي، عملها في مباراه اوكلاند، عملها في مباراه الزمالك. الاهلي بقى دلوقتي بيعتمد سواء بحمدي او بقفشه انه يستلم بين الخطوط. مين اللعيب اللي هيروح ما بين الخطوط ويستلم علشان يطلع الجناح اللي معاه سواء تاو او حسين اللي هيلعبه ناحيه اليمين. فعلشان كده التريك اللي الراجل هيراهن عليها لانها مربوطه بسيستم ومربوطه بخطا مش اعتباطا، انه ما يروحش لفكره الاربعه ثلاثه ثلاثه التقليديه. يعدل شكل الفرقه لان الاهلي كان عنده مشكله في الخروج بالكوره امام سياتل. فانا بلعب اربعه ثلاثه، هيكمل يلعب اربعه ثلاثه ثلاثه، لكن بدل ما الاهلي بيلعب بلعيب مركز سته اللي هي بتقلب اربعه واحد اربعه واحد بوجود اليو ديانج وقدامه عمرو السوليه وحمدي فتحي، لا هيعدل المثلث ويلعب باثنين عشان يبقى عنده اثنين اوبشنز في الخروج بالكوره. ده كحل اول. وجود اثنين قدام خط الدفاع ليها حلول كتير قوي وديها مميزات كتير جدا. فوجود اليو ديانج بنفس الاسماء يا محمد، ولا شايف انه وارد يكون في تعديله او تغييره؟ لا التعديله مش هتبقى في الاثنين دول. هو كده كده في اثنين هيلعبوا من الثلاثه اللي بيلعبوا قدام خط الدفاع. يعني النهارده هنبدا باثنين من اصل ثلاثه، ديانج والسوليه وحمدي. مليون في المية. مليون في المية. دي وجهه نظري طبعا. يعني قفشه واخد مكانه اساسي؟ قفشه واخد مكانه، وهقول لك ليه. تمام. فلان انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بدل ما انا كنت بلعب باثنين لعيبه بيعملوا عمليه التطوير الهجومي، لعيب مركز سته اليو ديانج واثنين لعيبه مركز ثمانيه، لا انا هقلب المثلث، اخلي اثنين لعيبه تحت عشان اعرف اطلع بالكره من الخط الخلفي. تمام. ريال مدريد من اول دقيقه في المباراه بيضغط. هيبدا ضاغط. لا هو ده المعتاد، علشان كده اقول لك على رقم سلبي جدا لريال مدريد بسبب اللي بيعمله ده. فبيطلع يضغط من فوق، فبيعمل ايه؟ بيفضي مساحات وراه. فانت مطالب بحاجتين، اقفل عشان تعرف تخرج بالكوره، حط اثنين لعيبه قدامهم. اثنين ريال مدريد مميز جدا في التصويبات، فوجود مصد اثنين لعيبه قدام الاربعه خطين مش هتديهم المساحه لا في السكند بول ولا في التصويبات المباشره من الاوبن بلاي. ثلاثه ما تديش مساحات ابدا لريال مدريد. اربعه ادي لنفسك نفس تعرف تخرج من الخط الخلفي، لان انت بتبني دايما من الخط الخلفي، ولما بتروح للاوبشن الثاني ان تعمل كرات طوليه يبقى شكلك اقل بكتير. فعشان تطلع بالشكل اللي كولر تعود عليه مع النادي الاهلي، خلي عندك اتنين يدوك دايما اتجاهين للتمرير، مهما الضغط يبقى انت حتى لما تعمل الطويل اجبرت ريال مدريد يطلع بعدد اكبر من اللاعبين. تمام. طيب كمل بقى هنا، ده اللي بسببه يبقى قفشه موجود. عمليه الربط، عمليه الربط ما بين الخطوط، انا ازاي اربط؟ كانت مشكله النادي الاهلي في وجود حمدي امام سياتل، وجود حمدي والسوليه وديانج، ان انت عندك ثلاث لعيبه شويه قريبين من بروفايلات بعض. أوكي. شويه. فانت النهارده ممكن تضحي بحمدي فتحي اللي كان الراجل مديله ادوار هجوميه، او عمرو السوليه، لكن انا شايف انه حمدي الاقرب بما انه هو اللي واخد الادوار الهجوميه، اقرب انه يقعد على البنش. يقعد على البنش بره التشكيله الاساسيه. فلا احنا دلوقتي قلنا انه عشان تقفل على ريال مدريد والمفاتيح انت مطالب ان الجناحين يرجعوا بشكل جيد، ومطالب بربع في خط الخلف. يعني ليه مش حمدي وديانج؟ لانه انت بتتكلم برضو على يعني الاثنين دول عندهم قدرات دفاعيه
السوليه ما بعتبروش سته، السوليه ثمانيه واضح وصريح. عشان انا عندي مشكله في الخروج بالكره. افضل واحد هيخرج بالكره في الثلاثه، افضل واحد لو اتزنق هيعمل الطوليه بشكل ادق هو عمرو السوليه. اوكي. ونفس الشكل ده بالمناسبه نقربها للناس، كان موجود مع كارلوس كيروش لما كان بيعتمد على عمرو احيانا تحت وبيلعب جنبه محمد النني، كان بيعتمد على الشكل ده. كمان مين فيهم اللي كان بياخد واجبات هجوميه اكتر على الرغم من طبيعه عمرو السوليه الهجوميه؟ مين اللي كان حمدي فتحي. فانا عايز لعيب اعمل ريبليسمنت، ما غيرتش سيستم الفرقه الا بلعيب واحد. فانا محتاج، انا قلت الجناحين هيرجعوا واربعه هيلعبوا في الخط الخلفي، ادي سته واثنين قدامهم، بقى لي كام لعيب في الفرقه؟ اثنين لعيبه. تمام. فانا محتاج لما اجي اطلع، وفي نفس الوقت انا مين اللي هيثبت اكتر شويه عشان ناحيه الخطره بتاع فينيسيوس؟ محمد هاني. هاجي ناحيه فينيسيوس دي لان ده سؤال برده مهم، برده موجود. أوه. موجود ليه؟ أوه. ليه دايما نقفل عليه؟ فانت مطالب لو هتلعب بالشكل ده، عشان كده قلت لك يا سيستم، فانا عندي محتاج لعيب يقدر يشد الفرقه لفوق من الناحيه المهاريه. عشان كده ما رحتش لاوبشن طاهر اللي عنده مميزات تكتيكيه، انا رحت الاوبشن طالما انا هقدر اعالج المشاكل التكتيكيه والدفاعيه بشكل مختلف كسيستم. يبقى انا اروح للعيب يقدر يشدني لفوق، لان انا مطالب اني هاجم في بعض الاحيان، يقف على الكوره يشد الفرقه يسحب الفرقه لقدام. لو عدى واحد على واحد هيديني متنفس اني اعرف اطلع. لو عمل الويت لمده ثانيه او اتنين ووقف على الكوره بشكل جيد، هيديني فرصه انه اللعيبه اللي معاه تطلع. فهيبقى العبء الهجومي كله كسيستم مبني على الناحيه الشمال مش اليمين، كان انا اطلع بالفرقه الاول ناحيه الشمال بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي ومعلول. طبعا. على معلول، لانه هيبقى هاني عنده بعض الوجبات التكتيكيه، والجناح اللي معاه عنده بعض الوجبات التكتيكيه. فانا هبقى مطالب ان اللي يشدني لفوق راس الحربه سواء بيرسيتاو او محمد شريف، مطالبين دايما الالتحامات تكون بشكل اجريسيف اكتر، التحركات تكون بشكل اكتر فعاليه، ويكون معاك جناح. يبقى عندي اتنين لعيبه بطلع عليهم، مع مين بقى اللي هيقدر يعمل البريدج؟ قفشه. لان انا اعتمد على اتنين لعيبه بس، مين اللي هيوصل لهم الكوره؟ مين اللي هيعمل اللينك اب ما بين الخطين؟ بتتكلم على حلقه وسط فيزيس. الكوره هي عباره عن مراحل، نص الملعب لخط الهجوم، لازم لعيب بيقف على الكوره يقدر يعمل الباس ينقل الهجمه. وقفشه شايفه هو افضل حد يعمل الدور، افضل يعمل لي اللينك اب ده، يعمل لي الربط ده، لانه مش بس كسيستم الراجل عايزه، لا ده كمان عيوب ريال مدريد في قصه الفيزيس. انت هتبقى محتاج لعيب يطلب الكوره ما بين الخطوط، وبعد ما يطلبها يعمل بيها ايه؟ بعد ما يطلبها محتاج يعمل باس، محتاج يتحرك، محتاج يعمل تصويب، وده كله متوفر في محمد مجدي قفشه. الراجل اعتقد ان هو في كل مباراه عنده تريك واحده عشان ما يغيرش السيستم بتاع الفرقه. فانا شايف انه التريك دي تتعمل هنا للاسباب اللي قلناها، وللنقط اللي فيها مشاكل في خط دفاع ريال مدريد واللينك اب اللي ما بينه، لانه اللي بيقف في ريال مدريد قدام الاربعه هو تشاوميني. عشان كده قلت لك ديانج ما يقفش لوحده، ما نلعبش بنفس الشكل الطبيعي اللي بنلعب بيه 4-1-4-1، لا لازم واحد ينزل تحت يبقى جنب ديانج عشان يديني المتابعه.